فالحين اكل 3 مرات في الاسبوع لحم عادي، ما عندك مشكلة الحمد لله. هذا الماي معي الحمد لله. عندي زوجتي كانت تعاني من القولون، الم شديد يمر عليها في اسبوعين مره على الاقل، الم شديد تطيح على الفراش ما تتحرك من الم وتصيح. لكن بعد اربع شهور من استخدام نسيت القولون، سبحان الله راح نهائيا ما تعرف القولون ما شاء الله. ركبت حق الوالد البيت، الوالد الوالده والله بعد شهرين الوالد قال والله ادعي لك اقول ايش امي شوف سالفه، تقول على الماي هذا تقول رقادي تحسن جسمي الام جسمي، قمت اصلي واقفه تقول لي الضغط عندي تحسن، الغده الدرقيه عندي بشويه يعني تحسنت احسن عن قبل، ابوك السكري عنده توازن، الضغط عنده توازن، الكوليسترول راح. ما شاء الله يا اخي كل هالاشياء في هذا الماء. لا شرب الماي هذا. سبحان الله، انا اول واحد بركبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حمستور يحييكم، واليوم صدقوني جايب لكم جهاز ما قد مر عليكم ابدا، من شركه يابانيه عمرها فوق ال 45 سنه. فيها 7 انواع للماء، كل نوع له وظيفه وله شكل. راح ارويكم، خلك معاي صدقني راح يبهرك. طبعا هذا الجهاز له فوائد جدا كثيره، اول شيء مضاد للاكسده وطارد للسموم، وعندك غير هذا ان هذا الماي صحي جدا للشرب وبعد تجميلي. تسألني كيف تجميلي؟ يعني مفيد للشعر، للبشرة، للحية، حتى اللي يعانون عندهم أمراض ومزمنة، مثلا عندك الصدفية، عندك أكزيما، راح يعالج لك إياها تقريبا خلال شهر هذا الجهاز. خلوني أرويكم إياه، قمة في الإبداع. الكلام الزايد ونشوف التجربة خير برهان. خلونا أرويكم الحين هذه الأمور كلها اللي ياسين نتكلم عنها الحين. طبعا مثل ما أنتم شايفين هذا سبرايت، وهني عبينا ماي، وهني بعد في الكوب الثالث ماي عادي. هذا الماي القلوي صح؟ هذا هو الماي القلوي. زين حلو الكلام، ماي قلوي، ماي عادي عادي، وعندك هذا ماي سبرايت. ماي سبرايت، شوف سبرايت ما في مشكلة. انزين نكمل. طبعا مثل ما انتم شايفين عندنا الجهاز هذا. هذا الجهاز شو يسوي؟ يخبرك، يقيس لك الاشياء المضاده للاكسده والاشياء الماكسده. شوفوا مثل هذه عندك الاشياء الماكسده، هني مثلا فيتامين سي الشاي الاخضر، هذه المضاده للاكسده، كل ما طلع سالب 100 سالب 200، الجهاز هذا يعطينا سالب 400 لين 800. شوف ما شاء الله وهو فريش يعني 100%. زين الحين انا جايب لكم ماي هذا، ترى يعني الماي كل ما اخذ عليه وقت ينقص الموضوع هذا انه مضاد للاكسده. فهذا الحين ماي تقريبا صار له يوم وشيء. انزين شوف كم يعطينا، شوف كم سالب 126، بس لو الحين انه طالع من الجهاز يعطيك سالب 400 وسالب 800 على طول ما شاء الله. شوف الحين عندك هذا الماي العادي، شوف كم ينقص ينقص ينقص، شوف راح يروح في الموجب، يروح في الموجب. شوف ها ياس يطلع، بعد ياس يطلع وصل 50. الماي اللي بعده شوف بعد ما اكسد، بعد نفس الشيء، شوف كم ما اكسد وياس يروح فوق، يروح يروح ما شاء الله. زين الحين هذا سبرايت، شوف كم ما شاء الله هذا ما اكسد صح، وبعد يطير يطير يعني انت لو تخليه بعد عادي يوصل فوق ال 300. زين الحين احنا عرفنا هذا وهذا، الحين نبغى نعرف شو خطوره الماكسد يعني في الموضوع. زين اذا شيء ماكسد شو معناته؟ الجسم او الخليه داخل هذا بيدخل الجسم يفقد الالكترونات، فبالتالي يبدا يخرب الخلايا الجسم الثاني. ليش؟ يدور على الكترون ثاني. ايوه فيروح عند الكبد، يروح عند الطحال، يروح عند البنكرياس، فايش يسبب لك مشاكل؟ هو سببها التاكسد، يسبب لك سكري، التاكسد يسبب لك ايش؟ التهاب المفاصل، يسبب لك النقرس، يسبب لك المشاكل اللي طالعه الحين كلها هذه. الامراض المزمنه اغلبها هو سببها التاكسد. ايوه مضادات الاكسده فيها الكترونات زايده مانحه، تعطي الخلايا هذه الكترونات فتهدى، فيبدا جسم يتعافى شوي شوي. وصلت الفكره؟ يعطيكم العافيه. اتكلم ان كيف هذا الجهاز مضاد للاكسده بس، يعني شوف لو شربت كوب واحد يعادل شو؟ 16 كوب من الشاي الاخضر، كيلو من البلو بيري، عندك 5 كيلو من البروكلي. شوف عندك لو شربت لتر ونص، شوف كم عاد، شوف واضح قدامكم. مثلا 38 جزرة، 756 موزة، شوف كم 516 تفاحة ما شاء الله. قسم بالله قوي جدا كمضاد للأكسدة يعني. احنا ياسين نتكلم، ها ركزوا معنا الحين بنسوي لكم اختبار عن طريق غسل الطماط هذا بالماء العادي وبالماء القلوي.
طبعا هذا الطماط اماراتي يعني ما بتحصل فيه كيماويات عاليه، بس بعد راح تشوفون الفرق والامور هذه اللي يطلعها الماي القلوي. طبعا ترى المزارعين يرشون الخضار والفواكه مبيدات حشريه، نعم، وتكون زيتيه على اساس ما تروح بالمطر، ماي المطر. صح. فهي الزيتيه احنا نغسلها بماي العادي، ماي البيت. هي. احنا نظرنا احنا غسلنا الطماط، لكن في النهايه راح نثبت ان ايش؟ ان الطماط ما انغسل، المواد الزيتيه الكيماويه احنا قاعد ناكلها. كلها موجوده فيه. هي. راح نغسل هذا الطماط الثاني بماي الجهاز، بس راح نخليه دقيقتين ينقع، بنسوي تجارب ثانيه. حلو. خلاص بنتري عليه وبنشوف ان شاء الله. والحين بعد بنسوي في الشاي الاخضر. احنا عشان نحصل على شاي اخضر بنصب عليه ايش؟ ماي مفور مغلي عشان يعطيه شاي اخضر لون اخضر. صح. لكن هي ما اعطانا ليش؟ لان الماي هذا بارد. صح. طيب مو الحراره تعطينا اللون، لا، لان لما فورنا الماي جزيئات تفتتت، فصار جزيئات الماي جدا صغيره. صغيره صح. اللون. فعطى اللون. لكن مع ماي كنقل هو ماي بارد الان، لكن جزيئات جدا صغيره كانه ماي مغلي. شوف كيف راح يعطيك اللون مباشره. اي والله. شوفوا هذا كيف استوى، وهذا ماي عادي ولا تغير، وهذا الماي القلوي لان جزيئاته جدا صغيره. الحين حطينا زيت السمسم في هذا الكوب وحطينا في هذا الكوب، هني بنحط الماي العادي مثل ما انتم شايفين، وهني راح نحط الماي القلوي. الماي مع الزيت ما يختلط. الماي ما يختلط مع الزيت، معروف هذا الشيء. لكن ماي كانجن بسبب شو؟ بسبب الكثافه. ماي كانجن جزيئاته جدا صغيره. تخيل هالماي تشربه شو راح يصير في جسمك من داخل؟ شو راح يصير في الزيت؟ يفتت تفتيت. شوف كيف سوابه. خلص عليه. خلص على الغش يا كابتن. الحين قبل لا نرويكم الفرق بين الماي القلوي والماي العادي، خلوني اخبركم هاي المعلومة. الخضار والفواكه فيها ميزة ايضا من ايش؟ انها مضادة للاكسدة وهي قلوية. ولكن شرط ان ايش؟ تاكلها اربع خمس ايام. احنا معظم الخضار والفواكه ليه ما يوصلنا خلاص؟ عدت الفترة. عدت الفترة. وبالتالي فقدت خاصية المضادة الاكسدة، فقدت خاصية القلوية، فيها فيتامينات، فيها بروتينات. اوكي. لكن ماي كان قلنا اذا حطيناها في الماي هذه انزين شو بيستوي؟ ترجع الماي ترجع يعطيها الكترونات، يستوي مضاد اكسده، يستوي قلوي، يردها مثل ما كان يا كابتن. غسلناه واحنا متعودين نخسر في البيت، على بالنا ايش؟ نظفنا الطماط. شوف كيف ما في شيء، يمكن اذا طلع غبار تلاحظ. ايه في شويه غبار، لكن لاحظ اني معاي، شوف الماده الصفراء رقم مبين هنا. شوف هذه الزيوت تتكلم عنها، زيوت كيماويه. وهذا بعد طماط اماراتي لو كان من برا اخس. اي والله ناكلها واحنا ما ندري. طبعا هاي راح تسبب ايش خلال السنوات، ما تقول خلال يوم يومين، راح تسبب ايش؟ ايضا خلايا سرطانيه، التهابات الجسم، حساسيه في الجسم، مشاكل قولون. اعتقد جبت لكم الحل، بعدين تقول ليش استوى شي وشي. عند جبت لكم الحلين. الحين احنا بنعرف يعني شو الفرق بين جزيئات الماي الكبيره وجزيئات الماي الصغيره، لو تعطينا الفوائد والاضرار عن هذا الموضوع. زين الحين الان الماي هذا اللي احنا نشربه العادي تقريبا خمسة مرات اكبر عن الماي هذا. الماي كان ماي كان جزيئات صغيره مهما شفتوا. الان خلايا جسمك تحتاج ماء، تحتاج ماي، ما ترتوي بهذا الماي اساسا. ليش؟ شرات اللي ترش ماي على الشياره، ترشها فوق على الورق. صح. ما قاعد ترتوي الشياره، بس شو تضعف شوي وتستوي ورق صفراء. تسقيها تحت تقوى الشياره. هاي نفس الشيء، الخلايا تشرب الماي هذا، حجمها صغير، اصغر من فتحات الخلايا، فالخلايا تشرب تمتصها. وبالتالي اللي كان يعاني من امراض القولون، اللي كان يعاني من امراض ايضا المفاصل، تكلم من السكري، الكليه تعبانه، الحصوه، هذا الماي يقضي عليه شامه. خلص عليه كابتن صدقني. طبعا الحين بنسوي اختبار عن قلويه السوائل. طبعا كل واحد يسال انا شو نوع جسمي، هل انا قلوي، هل انا حمضي؟ الحين راح تعرف معايا يا كابتن. زين الحين الواحد كيف يعرف؟ نبغى نعرف. زين اذا انت هل تعاني من قله نوم، ارق، هل تعاني من خمول في الجسم، هل تعاني من امراض في المعده، من القولون، هل تعاني من امساك، هل الرياضه عندك تتعب، هل تلهث في الرياضه وايد، انت جسمك حمضي. ايوه تحتاج غلي قلوي. هالاشياء تخبرك ان جسمك حمضي. نعم. حلو. زين والقلوي؟ القلوي انت جسمك صحي خلاص، يعني ما تعاني من خلاص، يعني عكس الاشياء هاي ما تعاني من باور في الرياضه، اكثر في الرياضه. جسمك بشرتك حلوه جميله يعني مثلي. ايوه. طاح هني شو يقول لك؟ تشينج يور ووتر تشينج يور لايف، يعني شو؟ تغير الماي تتغير حياتك كلها حبيبي. شوف البي اتش يعني عندك.
كل ما راح هني يعني حمضي، شوف الاشياء اللي نحن نخبصها كل يوم. هني شوف القلوي، خلونا الحين رويكم الاختبار. بنقطف القطره هذه، هاي التستر، حلو، بيصبغ الماي، بنعرف من خلاله ايش عقب الماي هذا قلوي ولا لا 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 حمضي. اصفر، هذا اصفر. اوه هذا اخضر شوي، شكلك جايب لنا السحر يا كابتن. شوف الغازات دائما حمضيه عاليه جدا، مو كافي انها فيها السكر وفيها مواد ثانيه، ايضا حمضيه يعني تقتل الاكسجين في الجسم، فبالتالي أيوة بيئه للخلايا السرطانيه وتخرب الكليه. هذا ماي بعد يعتبر اصفر، بدا يسوي اخضر شوي شوي. هذا حمضي شويه، هذا حمضي شويه، لان يعني قول هني تقريبا هني او هني بدايه الحمضيه. صح ايضا صح. وصلنا هني عند الماي هذا، هذا ماي اخضر هي. يعني تعتبر تقول هذا ماي معتدل، لا قلي ولا حمضي. لكن شوف ماي الكانجل، شوف بنفسجي مو ازرق، على لون الدبه. اي هذا البي اتش مال 9.5، ما شاء الله صراحة. الآن يعني قدامكم هذا الشيء، مو بس تأليف وكلام، شوف قدامكم الاختبارات هذه كلها يا تصير. انت غير مايك عشان يتغير جسمك الى قلوي. شوف يجلده، ليش جزيئاته صغيرة على طول اي شيء. لكن وين المشكلة؟ اللي يشربون غازات مشروبات الطاقة وهذيلا، شوف مهما تسوي يبغى وايد عشان يغير، يبغى له وقت. صح. شوف اللي يشربون الغازات، شوف خطورة. حتى خف اللون الاصفر. ها شوف الخطوره في الغازات، شوف شربه واحده، قال ما اشرب وايد، انا اشرب شويه بس. شوف كيف يدمر جسمك من داخل الحمضيه. حمضيه معناته قاعد تجيب سرطانات. صدقوني بعد الفيديو خلاص ماشي غازات يا كابتن والله. شوف شو سواهم. طبعا خليك من المواضيع هذه كلها، هل في كلام علمي لهذه الامور هذه اللي الحين ياسين نسويها؟ طبعا في كثير من الاطباء تكلموا وجربوا علاج مرضاهم على بالماء القلوي، لكن اذكر اهم شيء هنا الان عندنا. حلو. هذا دكتور عالم الماني حصل جائزه نوبل سنه 1939 على البحث ماله، اكتشافه يقول الخلايا السرطانيه ما تعيش الا في بيئه قلويه لانها ما في اكسجين، في بيئه حمضيه لانها ما في اكسجين. حلو. ومستحيل الخلايا السرطانيه تعيش في بيئه قلويه لانها غنيه بالاكسجين، الاكسجين يقتل الخلايا السرطانيه. سرطانيه سبحان الله. وهذا هني نقول المركز الامريكي لمكافحه السرطان. حلو. تدخل في موقعهم اول وصيه يقول لك اشرب الماء القلوي المتأين، وفي كتابه مدير المركز يقول انا اقصد ترى ماي كانجن. فهذا كتابه ارجعوا له يقول انا اقصد ماي كانجن، ماي متأين قلوي. يا سلام. في نقطة وانت كنت استشرح لي تقول لي عن الاكسجين، في شيء كلمتني عنه. جميل. ماي كانجن كمية الاكسجين والهيدروجين اللي فيه 200 مرة ضعف عن الماي العادي. ما شاء الله. نعم. كيف تخيل هذا كيف مفيد؟ كيف الانسان اللي فيه سرطان كيف راح يفيده؟ الانسان اللي فيه السكري كيف راح يفيده؟ الانسان الرياضي كيف راح يستفيد؟ حتى جلدك من داخل كيف راح يترطب؟ هيدروجين عالي، هذا يسوي ترطيب عالي للعضلات، يسوي ترطيب عالي للجلد من داخل، يساعد البشره، يساعدك على النوم. الاكسجين ترى صح، يساعدك صح. على النوم، هو اللي قاعد يشيل عندك الاكسجين، هو كل شيء في الحياه اصلا. يساعد طرد الفضلات من الجسم، الحمضيه السامه اللي تخزنت في جسمك في الفتره هاي، يساعد على نقل الاكسجين. يعني زبده الموضوع، يحل امورك كلها. يحل امورك كلها. الورقه اشوف فيها شهادات، شو قصه الشهادات هذه؟ زين عشان احنا نعرف ان منتجنا منتج قوي. اولا المنتج معتمد من هيئه الامارات للمواصفات والمقاييس. المنتج معتمد من وزاره الصحه اليابانيه انه منتج طبي، جهاز طبي. حلو، احلى كلام. من الطب الوقائي الياباني للامراض الكبار من 6500 طبيب ان هذا جهاز طبي، ويستخدم في اليابان اكثر من 250 مستشفى وعياده كاستخدام. الله يحلى كلام. معتمد من منظمة جودة المياه في أمريكا. هذه منظمة تعطي الشهادات حق شركات المياه على الجودة. حلو. منظمة غير ربحية. هي. شركة إنرجي كانجن هي الوحيدة في العالم عندها الشهادة الذهبية منهم على جودة المياه. ما شاء الله. عندهم أيزو طبي، عندهم أيزو بي، وعندهم أيزو غيره بعد. هذا أهم. قلت لي في شهادات ثانية بعد. ما يحتاج أذكر، هاي أهم شيء فيه. أهم شيء. طبعا أدري تقول حمد خلصنا نبغى نعرف الأسعار وشو الأجهزة اللي موجودة. الحين راح أخبركم شو مواصفات الأجهزة وشو الأسعار وكل شيء. استمتع معي. اول شيء اخوي حمد، الجهاز ما يحتاج صيانه، بدون صيانه هو كيف ما يحتاج صيانه؟ جهاز ذكي ينظف نفسه يوميا، ينظف نفسه بنفسه يعني. نفسه بنفسه، في فلتر ذكي، وحتى الفلتر هذا يمسك الصوديوم، والفلتر هذا يقتل اي بكتيريا تمر من الفلاتر الثانيه. بس هو عليه ضمان يعني، اذا استوى سبحان الله شيء عليه ضمان. خمس سنوات. خمس سنوات ما شاء الله. هذا في هذا افضل جهاز. شوف انا بخبرك يعني صراحه من تجربتي، اي حد يعطيك خمس سنوات ضمان هو واثق من جهازه. مغمض عيونه. عمره 45 سنه. 45 اي والله 45 سنه بعد. هذا الجهاز فيه 8 صفائح تيتانيوم، تمام. هذا في نظام صوتي، في 8 لغات،
بس ما في اللغة العربية. لا تخافون من السعر هذا، يعني هو بدأ في أغلى واحد، فيه أرخص. نعم. تريو هذا شاشة مال تاتش لمس، يحفظ الطاقة ويحفظ الماي أيضا، يوفر الماي. زين. وثمان لغات ما شاء الله. ثمان لغات فيه. إيه. الشغل. زين. نشوف الجهاز، شوفوا لا تخافون، هذا أكبر واحد يعني حق مثلا مزارع والأمور هذه، حق البيوت شوفوا فيه أرخص يعني، فيه أجهزة أرخص. في جهاز أيضا هذا سبع صفائح تيتانيوم خمس سبعة ما شاء سنوات. الله. إيه. في نظام صوت أيضا، هذا بسبع 15700. أوكي. وعندنا هذا الجهاز الجينيور صغير هذا في ثلاث صفائح تيتانيوم ضمان ثلاث سنوات. حلو. كلهم مش محتاجين صيانة. حلو. زين هذا شو؟ هذا جهاز تحطيه في الحمام للشواك تسبح فيه، يعطيك مياه غنية بالمعادن كأنك في مياه ينابيع فعلا، يعطيك الشعور نفسه، يعطيك مثل سباق قاعد تسوي. ما شاء الله. من أفضل أنواع الأجهزة يعني في البيت، يعني شو ينصحني يعني مثلا تنصحني حق البيت يعني شو أستخدم أي واحد؟ أخوي حمد في هذا أنا أنصح هذا أكثر شيء لأنه أفضل كجودة. كصفائح فيه أكثر يعني. أكثر جودة، يعطيك مضادات أكسدة أعلى. أعلى. لكن إنسان ما قلنا هذا تعبان، هذا بعد ممتاز وهذا كل ممتاز. ما زاد كان أحسن. نعم. فهمت عليك. يعني مثلا أقول لك هذا رافور وهذا لكزس. رافور مش سيارة. صدق الريال يعني تقدر أربع سلندر وثمان سلندر هي سيارة، بس في فرق كابتن. وصلت الفكرة؟ يعطيكم العافية. في سؤال جدا مهم الحين، موضوع التركيب. هل أنتم تركبوا لي إياه؟ هل أنا أركبه بروحي؟ انا في حمل ستور عندي كل شيء اركبه بروحي، الزباين حقهم مضبط لهم الموضوع ان التركيب جدا سهل للاجهزه. هذا كيف وضعه؟ زين. اساسا الجهاز يجهز كل شيء، هاي القطعه اللي بتركبها وين بتركبها؟ بس انت هذه القطعه بتركبها في جيب المغسل الاولى. بتركبها وعندك احجام على حسب المغسل اللي عندك، بس بتثبتها لفيتها. حلو حلو. عندك هذا شوف، هذا يعطيك ماي الحنفيه اللي تحت تغسل في الحنفيه، يعطيك شاور الحنفيه، هذه حول على الجهاز. حلو 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 حلو. خلاص من تحطها هاي حول على الجهاز. الجهاز يطلع ماي من الجهاز. هذا تركيب سهل بروحي بركبه. ما يبالي شيء، تتركبه خمس دقائق. جميل جميل جميل. وزين بخصوص هذا، هذا لازم حد يركبه صح؟ لا، هذا اسهل من هذا. اسهل عن هذا؟ هذا بس تفتح وين الشاور مال البيت. تفتحها وتركب هذا مكانه. يا سلام. اللينك اللي تكلمنا عنه، طبعا هذا اللينك عادي تدخل من عندي بحمل ستور وتطلب مثلا تقول لي ابغى الجهاز هذا، وانا اطرش لك اللينك وتدفع عادي ويوصلك الجهاز على طول. فالموضوع جدا سهل يعني، طلب من عندي، تطلب من حمد. الحين انت تقول بدفع هالمبلغ، هل الجهاز يعني كم بيدوم معاي؟ كم بيكمل؟ جميل. الجهاز عمر الافتراضي الشركه تقول لك من 15 الى 25 سنه. ما شاء الله. حسب الماي في الدوله، يعني في الامارات بيعيش معك من 20 الى 25 سنه. معناته انت قاعد توفر ماي، احنا كلنا نشتري دبات الماي، نعتبرها صحيه، لكن ثمنها هي مو اكسده. انت قاعد تدفع قيمه البلاستيك اللي قاعد تشتريه. انزين. لكن هنا انا لو تحسبها على لو هو بيعيش معي 15 سنه، انا كاني انا واهلي البيت كامل يشترون درهم واحد. وبعد لا بوزع الماي كايش كصدقه، انا اعرف حد مريض من اهلي من ربعي من جيراني يروح يتعالج بهذا الماي، اوزع لهم اصدق فيه. لانه ماي صحي يعتبر شيء جميل والله. سؤال مهم، هل يعني في اجهزه ثانيه؟ طبعا في ناس بيقول لك والله في جهاز ثاني ومن هالامور هذه. طبعا اكيد في اجهزه ثانيه، لكن احنا نتكلم عن شركة عمرها 45 سنة، أول شركة صنعت هذا الجهاز القلوي بالتأييد. الشركة هذه تعبت لما حصلت الشهادات اللي تكلمنا عنها، عندها اعتماد من وزارة الصحة اليابانية، أنت عشان تحصل اعتماد من وزارة الصحة تعطيهم تجارب طويلة. فهم أكيد طبعا. عالجوا في 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 مستشفيات وما أثبتوا. الآن عشان يحصل الاعتماد هذا، صفائح تيتانيوم اللي داخله كبيرة. مقارنة بالأجهزة الثانية الصغيرة، يحط لك هذا كامل تيتانيوم عشان يحصل اعتماد هذا. الناس ما قلت توك يعيش معاك أكثر، هاي لك ما يعيشونها. أيوة. بهالسنين هاي. الجهاز الثاني شفناها بعيننا، إنزين. بعد ثلاث سنوات يبدأ يعطيك ماي حمضي. ليش؟ لأنه ما في خاصية تنظيف ذاتي. يعني أنا بختصر لك الموضوع، يوم تبغى تشتري ولا لا تشتري. من الاخر يعني هل في قصص تجارب لحد مستخدم هذه من فتره طويله وخبرك شيء عنه؟ طبعا اخوي حمد، اول شيء انا عن نفسي انا 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 ما ابيع الجهاز الا انا كنت احد المجربين. انا انت عن نفس شغله حمل ستور، جرب بعدين تبيع. اجرب. نعم. اعطيك العافيه، هذا اهم شيء. كنت في سنغافوره، كنت اعاني من الام وعندي دوم امساك مزمن والتهابات في اللثه. رجعت بروفيسور في سنغافوره فقال لي باختصار. اختصر لك الموضوع قال. ايه، قال لي جسمك حمضي. غير جسمك القلوي بترتاح. حلو. رحت ابحث الموضوع، ابحث، عقب لقيت نعم شو الاشياء تغير القلوي، لقيت اجهزه غريبه وعجيبه في سنغافوره حتى هناك هذا. رديت البلاد ولقيت هذا الجهاز موجود سبحان الله، تو الشركه فاتحه، بديت انا وياهم، اخذت الجهاز، انا الحين استخدمه قريب سنه، استخدم الجهاز. ما شاء الله. امساك من اول اسبوع رحمني. ما شاء الله. التهابات
نسيتها. آلام مفاصل الحمد لله راح، كنت اكل لحم لو اكل مره في الشهر على طول الام مفاصلين الحمد لله. وصلت لنا كنت تقول لي عن اللحوم وال اي الحين اكل 3 مرات في الاسبوع لحم عادي، ما عندك مشكله الحمد لله. هذا الماي ماي الحمد لله. عندي زوجتي كانت تعاني من القولون، الم شديد يمر عليها في اسبوعين مره على الاقل، الم شديد تطيح على الفراش ما تقدر تتحرك من الم وتصيح. لكن بعد اربع شهور من استخدام نسيت القولون. سبحان الله. راح نهائيا ما تعرف القولون ما شاء الله. ركبت حق الوالد البيت الوالد الوالده، والله بعد شهرين الوالد تقول والله ادعي لك. اقول ايش امي شوف سالفه؟ تقول على الماي هذا، تقول رقادي تحسن، جسمي الام جسمي، قمت اصلي واقفه، تقول لي الضغط عندي تحسن، الغده الدرقيه عندي بشويه يعني تحسنت احسن عن قبل، ابوك السكري عنده توازن، الضغط عنده توازن، الكوليسترول راح. ما شاء الله يا اخي كل هالاشياء في هذا الماي. شرب الماي هذا. سبحان الله، انا اول واحد بركبه. السلام عليكم ورحمة الله. في قصة قلت لي إياها صراحة روعة، لو تقولهم إياها بس. زين، واحد من الأخوة أخذ طلب الجهاز هذا. حلو. رحت بروحي أوديه البيت الجهاز، ريال مريض سرطان طريح الفراش. الله يشفيه. ركبت الجهاز كذا، قلت له اشرب كل يوم بس لا تعطونه، تعبون له، أعطوه الجهاز. حلو. بعد 5 أيام يتصل بي، لو سمحت تعالي البيت أنا عازم هلي وربعي، أبغاك تشرح لنا الجهاز. اقول له سبحان الله جالس فايده، بس بعد شهرين غاب مش مستعجل. قال له تعال انا بقول لك الفايده. رحت للبيت، اول شيء لقيت استقبلني واقف الريال. سبحان الله. قلت له ما شاء الله عرفت الفايده. قال لي لا مو بهاي الفايده، خلها في شيء ثاني. انا الحمد لله طاقتي رجعت، احس طاقتي قاعد ترجع لي. ما استوى بخير بس هي. وقف هي. فرق وياه يعني. قلت له شو؟ قال لي انا بولي من 3 سنوات عزكم والله بولي اسود ريحته كريهه. يقول بعد 5 ايام بولي شفاف ابيض شفاف ما في ريحه. سبحان الله. زين. وبعدين يقول لي انا من 3 سنوات اعاني في الرقات. يقول اي مريض سرطان ستيج 4 5 يعاني من هالشيء هذا، مية رقات، لازم ياخذ ترامادول. يقول اذا ما اخذ ترامادول يقول والله تم سهران 3 4 ايام متواصل. بديت اشرب الماي يقول والله العظيم الساعه 11 12 في الليل انا راقد. سبحان الله. فعلا يرقدك في النهار في الليل وينشطك في النهار. ما شاء الله، والله عليكم بالماي هذا، هذا في يعني فوائد يعني جمع على قولتهم، ما لا تعد ولا تحصى ما شاء الله. سؤال مهم، هل الماي هذا يعني في الوقت الحالي هذا موضوع كورونا والدنيا هذه، هل يقدر يفيدنا في هالموضوع؟ شوف كلام اثبات علمي ما في اثبات علمي. زين، لكن اقول شغله واحده، فيروس كورونا شو يسوي؟ يدخل جسمك، اول عمليه يسويها يزيد حمضيه جسمك، يحمض جسمك عشان هو يقدر يتكاثر ويتمكن منك. الدواء اللي احنا طالبينه من الهند شو يسوي هالدواء هذا؟ يزيد قلويه جسمك. أيوة. هذا الماي يرفع من شو يسوي هذا ويرفع قلوي جسمك، فنفس الموضوع نفس الفكره يعني بعد الحل موجود. كمان احنا تكلمنا عن ماي الشرب وماي التنظيف، شو في بعد يعني غير هالماي؟ جميل، عندك هذا الماي البيوتي. حلو. هذا انا اشيله ابخ ايدي على وجهي، هذا يرطب الوجه، يرطب البشره. حلو. يرطب الشعر، يلمع الشعر، يعطيك مبارك، يفتح مسامات البشره. يشيل البثور من وجهك. اللي عندهم حبوب الشباب ينظم الدهون في وجههم، يمنع تساقط الشعر تتسبح فيه، تسبح فيه هذا الماي، هذا البيوتي هذا يلتق سبحان الله، ملمس يلتق غير عجيب، سحر شيء والله العظيم. وخلال فترة ناس خلال أسبوع الناس بتقول وجهك متغير. سبحان الله. شرب الماي مع هذا الماي غير. عندنا ماي تعقيم، أنا الحين إيش أعقم يدي أطلع دوم من هذا البخاخ، أنا أعقم هذا ماي 2.5 أسدك عالي. زين، اقوى ماي معقم يعتبر مختبريا، هذا في اليابان يستخدم معقم معدات الجراحه ما شاء الله. زين، هذا نعقم فيه بعقم بلابسي. الحين هذا قلت لي مثلا البيوتي وهذا التعقيم. التعقيم زين، كيف احددهم في الجهاز يعني؟ كيف الجهاز وتلاحظ في ازرار تختار الماي اللي تبغاه. ايوه، يعني انا احدد اللي ابغاه، انت تحدد الماي اللي تبغاه ويعطيني هو الماي يعطيك. يا سلام يا سلام، واضح.